ما يهمهم هو السحب، يعني هل تم إتاحة السحب، هل نستطيع السحب، متى نسحب، آخر أجل للسحب، وهل تم حل المشكلة، يعني هل هناك شيء ملموس، يعني الصفحات الرسمية الخاصة بالـ AI Marketing. وأيضا حذر الإخوان أن يتم سرقة حسابك، أو حذر أن يتم غلق حسابك بهذا الخطأ الفادح. وأيضا سنتحدث عن أهم أمور جاءت في آخر إحاطة الخاصة بالـ AI Marketing كما ترى في هذا المكان من موقعهم الرسمي أو صفحة الرسمية الخاصة بهم على التليجرام. إن كنت مهتم تابع معي التفاصيل حتى النهاية. قبل ذلك لا تنسى الضغط على زر لايك وإذن الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل دائما بكل ما هو جديد مباشرة إلى أهم التفاصيل. مرحبا بكم في هذا الفيديو، سنتحدث عن أهم نقاط التي جاءت في الإحاطة وأيضا بعض التنبيهات مهمة لكل مستثمر في الـ AI Marketing. لا تقول أن الـ AI Marketing نصب وأن الـ AI Marketing أو أنك استغنيت عن الأموال الموجودة داخل حساب الـ AI Marketing الخاص بك. ما دام الـ AI Marketing وما دام أنك تدخل إلى هذا الموقع وتجد حسابك على هذا الشكل وترى فيه الأموال المجمدة الخاصة بك، فهذه الأموال مهمة بالنسبة لك. لهذا توخى الحذر حتى لا يتم سرقة حسابك بسبب أخطاء بسيطة جدا يرتكبها بعض المبتدئين بطبيعة الحال. بداية، قررت شركة تأجيل مؤتمر كاشباك 2022 إلى لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2022. يعني ما هو السبب بنظرك الذي أدى إلى تأجيل الاجتماع؟ بطبيعة الحال أنا سأقوم بتقديم رأيي بطبيعة الحال، لكن حتى نرى ماذا ستقولون الإخوان، ولذا رأيك في التعليق أسفل هذا الفيديو. إذا بالنسبة لي النقطة الثانية، الإخوان هنا يتحدثون عن القادة المؤهلين. بطبيعة الحال 47 من القادة المؤهلين و13 فائز المحظوظين، وأيضا اختيار 50 شخص وسيتم اختيار 50 شخص بناء على النتائج المؤهلة الإضافية والكثير من الأمور. يعني أغلب المستثمرين لا يهتمون بهذا الأمر بطبيعة الحال، ما يهمهم هو السحب، يعني هل تم إتاحة السحب، هل نستطيع السحب، متى نسحب، آخر أجل للسحب، وهل تم حل المشكلة، يعني هل هناك شيء ملموس أكثر من السؤال والجواب في الاجتماعات. النقطة الثانية إخوان، تأخر إطلاق الحملات الإعلانية 16 يوم. كان في يعني الإحاطة السابقة قالوا 10 أيام، وكان الإخوان يسألون من هذا الأمر، الآن أصبحت 16 يوم. إذن مرحبا بكم في عالم الاستثمار، يجب عليك أن تتحمل هذه الأمور كلها. موقع الـ AI Marketing الإخوان جيد جدا وستنال منه مرادك، فقط اصبر واستمع إليه جيدا. إذن هنا يقول يعني سبب الذي أدى إلى يعني إلى بطء في الترحيل من الكاشباك من الأدس بالانس إلى الميزانية الإعلانية الإخوان، كما هو موضح هنا، لأن يعني كما ترون بعض موارد قسم التسويق تعمل جاهدة لتحقيق من جميع حسابات استرداد النقود المعنية. بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى التوقف عن إطلاق الحملات تماما لتنفيذ بعض التغييرات حتى نتمكن من إرسال معلومات إلى IMB حول يعني هذا يعني هذه الأمور حول العمولات، يعني تحدثنا عن العمولات التي تأتي من الفريق. وهنا يقول أن العمليات جاهزة وتعمل الآن. بالنسبة للنقطة الثالثة الإخوان، أصبح المحتلون الذين يقدمون مكافآت إضافية، وهذا الأمر إخوان هناك من يقوم بإنشاء يعني قناة تيليجرام أو قناة على يوتيوب أو شيء، هذه الأمور التافهة التي مع الأسف الشديد يتم سرقة أموال الناس، أو يتم يرسل لك من AI Marketing يقول لك إدارة تقوم بتسريع السحب وبتسريق الدفع وكثير من الأمور. AI Marketing لن يرسل لك أخي الكريم بهذه الأمور، بعد ذلك تقوم بيرسل له المال أو شيء من هذا القبيل، يعني كثير من التحويل الإخوان، فانتبهوا من هذه الأمور بشكل دقيق جدا. فالأخبار الرسمية، فالأخبار دائما خذها من مصادرها أخي الكريم، أخبار خذها من مصادرها. فالآن أنا أقدم لك ما جاء في الصفحة الرسمية الخاصة بالـ AI Marketing، خذ بالك أخي الكريم، لا أقول لك أن فلان قال أو أن الصفحة الرسمية الخاصة بالـ AI Marketing لديهم هذه الـ AI Marketing، يعني قناة الـ AI Marketing الناطقة بالروسية، ثم لديهم الـ AI Marketing News الناطقة باللغة الإنجليزية. هذه هي الصفحة الرسمية الإخوان الخاصة بالـ AI Marketing، وهناك صفحة خاصة الناطقة باللغة الفرنسية للفرنسيين، لكن أرى غيابها في هذا يعني الاجتماع الأخير. إذن انتبهوا يا الإخوان من المحتالين، لا تقوم بإرسال مال لأي شخص كيف ما كان،
وهنا قاموا بوضع لك يعني سكرين شوت يعني لهذا الأمر كما ترى في هذا المكان. يقولون هنا ما زلنا نقوم بتشغيل الأعمال المتعلقة بتحسين قاعدة البيانات والنقد، نقوم بتشغيل البرامج النصية. هنا يتحدثون عن الأمر الخاص بتعليق الحساب، مثلا تريد أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك ولا تستطيع الدخول إلى حسابك، يعني ترى فيه كثير من المشاكل، أو السيرفر لا يعمل، وأيضا ربما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك تجد فيه أيضا أصفار، أو تجد كل البيانات كلها صفر. هنا يقول لك أن كما ترى هنا إذا رأيت صفر مثلا على أرصدتك، أو كان الموقع ويب غير مستجيب، أو كانت هناك علامات أخرى على أن الموقع يعمل ببطء، فالرجاء عدم البدء في القفز من قسم إلى آخر، ولا تقوم بإجراء عملية النقل أو تنشيط الشهادة أو جميع المكافأة الاي ام بي في ذلك، فإن لا تقوم بفعل أي شيء بهذا المصطلح. خامسا هنا لا تسيء إلى مشغلي خدمة الدعم، إذا لم تكن راضيا عن إجابتهم لا يمكنهم تغيير قرارات الإدارة ويحاولون مساعدتك فقط. إذن الإخوان مع الأسف هناك الكثير من الأشخاص صراحة في التعليق في القناة يسب مثلا صاحب قناة أو يسب اليوتيوبر بصفة عامة، يعني عن ما يحدث، يعني يلومون اليوتيوبر على ماذا يحدث، وما بالك أنت بالدعم. هو يتحدث مع الدعم كأنه يتحدث مع صاحب الشركة. أخي الكريم، فريق الدعم هو فريق فقط يأخذ أجرة الخاصة به لكي يقوم بالإجابة على أسئلتك، لا يمكنه تغيير قرارات الإدارة. يعني أن تسيء مثلا أو تقوم بسب وشتم مثلا فريق الدعم، يعني هذا أمر صراحة أنا لا أرى فيه أي يعني بسيط النور، صراحة لا داعي لأن تسب يعني الدعم أخي الكريم، لأنك لن تستفيد شيء، وبالعكس سيتم غلق حسابك. انظر هنا، لا يمكن تغيير قرارات الإدارة ويحاولون مساعدتك فقط، يتحدث عن الدعم، يتم حظر جميع الحسابات المستخدمين التي تسيء إلى المشغلين دون الحق. أخي الكريم، هنا تفقد حسابك إلى الأبد، لا يمكنك استرجاع الحساب الخاص بك وتضطر إلى فتح حساب جديد، وهكذا تذهب بمالك إلى الهلاك. إذن هذا من إدارة المخاطرة، لا تقوم بسب ولا شتم أي شخص. إذن الإخوان، سادسا تخطط الشركة لتعطيل عملية السحب في 23 ديسمبر 2021، يعني سيتم تعطيل السحب في 23 ديسمبر 2021. إذا أردت أن تقوم بالسحب في 23 ديسمبر يعني يوم الخميس، لا تستطيع أن تقوم بالسحب لأنه سيتم الغلق. الآن يمكنك أن تقوم بالسحب لكن لم تتوصل بالسحب، الآن سيتم الغلق السحب مباشرة، سيقومون بتعطيل عملية السحب، ثم سيقومون باسترداد عملية السحب الغير المعالج، يعني سيقوم باسترداد الأموال الذين قمنا بسحبها ولم نتوصل بها، سيقومون باسترجاعها إلى الحسابات، ثم بعد ذلك سيقومون بفتح السحوبات. الآن ماذا يحدث؟ يتم العمل على النقطتين 1 و 3 في نفس الوقت، تم التخطيط للنقطة الثانية تعطيل عملية السحب ليوم الخميس، يعني سيبدأ يوم الخميس تعطيل عملية السحب، ثم نصل إلى النقطة الرابعة وهي فتح السحوبات. إذن الإخوان، هناك بسيط الأمل في هذا الأمر، وأنا صراحة أمنت بهذا الموقع أكثر من أي شخص في هذا الكون. نعم، من حين إلى آخر صراحة أتحدث بعاطفة، لكن عموما فأنا تبنيت هذا الموقع وقد أتحدث عليه كثيرا صراحة، حتى الكثير من الأشخاص يقولون في التعليق أن لا أحد يتحدث عن هذا الموقع إلا أنت، فالموقع نصب وخلاص وذهب. أنا أقول لك أخي، من هذا المنبر سيشتغل الموقع وستسحب إن شاء الله بإذن الله، كن متأكد 100%. يعني سؤال الإخوان مهم جدا، والكل ينتظر هذا السؤال، وهو يعني آخر أجال ليتم حل هذه المشكلة ويتم تحت السحب. قال يوجين أن الماكسيمو يوم 22 يناير 2022 سيتم حل هذا المشكل بطبيعة الحال، وسنقوم بسحب من الموقع. لهذا الإخوان، إذا كانت لديك سيولة فقد اقترحت على الإخوان مشروع جديد، لقد قمت بسحب $100 اليوم الإخوان، وأنتظر أن يصلني السحب حتى أقوم بعرض لكم السحب الإخوان. إذا قمت بالتبرع أوبريشن ستجد أن لدي هنا 100 أورو، قمت بسحب 100 أورو الإخوان كما ترى في هذا المكان. سأشارك معكم تفاصيل الإخوان في الفيديو القادم عندما توصل أيضا
بالسحب، لأن الكثير من الإخوان يريدون السحب من الشركة بطبيعة الحال، فهي جيدة جدا. وإن كنت مهتم بهذه الشركة جميع التفاصيل ستجدها في قائمة خاصة بجولد نواي كما ترى في هذا المكان، فيها 4 فيديوهات، يعني بدأنا تقريبا في غضون أسبوع هكذا بدأنا في هذه الشركة، فهي جيدة لمن هو مهتم بهذا الأمر. فإن كان لديك سيولة فهي شركة جيدة جدا وموثوقة، يمكنك أن تستثمر فيها مبلغ لن يضرك بطبيعة الحال، وتأخذ بعض الأرباح للمدى البعيد. هذا ما أردنا نشرحه في هذا الفيديو الإخوان. لا تنسوا الضغط على زر لايك وأيضا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وأيضا الانضمام إلى قناة التليجرام الموجودة أسفل هذا الفيديو، والسلام عليكم.